أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواني المتابعين في هذه الحلقه الجديده من برنامجنا المقاربه المستمره بين الروايه والنصوص وبين الواقع في نطاق في سياق هذه الحلقات التي تتحدث عن انظمه الغيبه والظهور اليوم نتطرق ونتناول عدة مواضيع مرتبطة بالأحداث الراهنة من هذه المواضيع أننا شهدنا شهدنا منذ سنوات عدة أحداث هذه الأحداث لها علاقة بالفتن التي وردت في الروايات الفتن التي وردت في الروايات تخبرنا عن ثلاث أنحاء أو ثلاث مستويات من الفتن تتحدث الروايات عن الفتنه الغربيه والفتنه الشرقيه وفتنه الشام. نحن عايشنا الفتنه الاخيره في الشام والتي وردت في الروايات انها تستمر لمده 12 عاما وفي بعضها 18 عاما. كيف نعرف ان هذه الفتنه وصلت الى مراحلها النهائيه الى نهايتها؟ نعرف ذلك بعده قرائن بعده مفاتيح. المفتاح الاول هو بروز الفتنة المشرقية، الفتنة المشرقية الآن برزت إلى الساحة برزت إلى الظاهر منذ عام تقريباً. القرينة الأخرى التي تشير إلى نهايات هذه الفتنة، لا يعني أن نهايات هذه الفتنة أن نهايتها هي نهاية سلمية، المقصود أنها تنتقل من كونها فتنة إلى كونها مواجهة وحرب يعني تنتقل إلى علامات الظهور حينما يتحدث تتحدث النصوص عن الفتنة المقصود أن هذه الفتن الثلاثة الغربية والشرقية وفتنة الشام أنها تتصل بالعلامات الكبرى للظهور ففتنة الشام تتصل بالعلامات الكبرى للظهور متى يصل متى تتشارف على نهايتها متى تصل إلى نهايتها حتى تتصل بالعلامات الظهور بعد مضي 12 عاما ما هي القران على ان هذه على ان هذه الفتنه وصلت الى هذه المشارف مشارف النهايه ووصولها الى علامات الظهور قلنا بروز اكثر من حدث منها الفتنه المشرقيه وقد برزت الفتنه المشرقيه وهناك احداث اخرى ما هي هذه الاحداث الاخرى احداث كونيه وردت في الروايات من هذه الاحداث الكونيه هي الزلازل والخسوف هذه الفتنة فتنة الشام عبرت عنها النصوص بفتنة الأحزاب لماذا سميت فتنة الأحزاب؟ بسبب كثرة ال... الرايات التي تشترك في هذه المعارك وهذه الفتنة تتقاتل على السلطة وعلى الباطل وعلى الأحثام وتتوسع فيها الحرب في الشام بين الجيوش النظامية التي تفترق إلى فرق سياسية إلى أحزاب إلى طوائف الأمر الذي يؤدي إلى انهيار جسيم في السلم الأهلي وفي نظام البلاد بشكل عام أبرز ما في فتنة الشام أنها عبارة عن صراعات داخلية للهيمنة والتسلط والسيطرة على مقاليد السلطة راح تكون هذه الفتنة الدموية وشي... وقد مرت معنا شديدة التكالب على, ال... على القتال وكذلك انقسامات على الحكم والسلطة والنفوذ وغيرها وهذا في فيه سياقات تتعلق بالتبعيات الولائية للمحور الشرقي من جهة والمحور الغربي من جهة أخرى طبعا في ظل نفوذ بارز جدا من قبل المحور الغربي النصوص والروايات تؤكد أن هذه الفتنة التي تقع في منطقة الشام أنها ستكون فتنة أفرقاء مختلفين يلجؤون الى القتال يلجؤون الى السلاح يلجؤون الى التناحر ويبدو انه من بعض النصوص الفرق التي تشارك في هذه الفتنه لها خطوط امداد لها دعم من الخارج من الغرب من الكفر من الاعداء وتقع قلنا تقع حروب طاحنه تؤدي الى انهاك شديد في قوه هذه المنطقه اهل هذه المنطقه في بلاد الشام وبالتالي لا يستطيعون حكم انفسهم او السيطره على زمام الامور بسبب هذه التحالفات بسبب هذه الامدادات من الشرق ومن الغرب ستؤثر هذه الفتنه واثرت ستؤثر على خريطه المنطقه تأثر على العراق على الحجاز على عموم بلاد الشام لبنان والاردن وغيرها وفي ظل هذه النكبات التي يتعرض لها تتعرض اليها مناطق الشام هذه الفتنة التي سماها أمير المؤمنين عليه السلام فتنة اختلاف الأحزاب حينما سئل عن فتنة الأحزاب المذكورة في القرآن الكريم سئل عليه السلام عن قوله تعالى فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم ماذا قال عليه السلام قال انتظروا الفرجة من ثلاث فقيل يا أمير المؤمنين وما هن فقال اختلاف أهل الشام فيما بينهم والرايات السود من خراسان والفزعة في شهر رمضان فقيل ومن الفزعة في شهر رمضان فقال أو ما, سمعت أو ما سمعتم قول الله عز وجل في القرآن إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين آية تخر الفتاة من أو تخرج الفتاة من خدرها وتوقد النائم وتفزع اليقظان وهذه الإشارات واضح أنها تشير إلى الظواهر الكونية سواء كان زلزال أو سقوط مذنب أو نيزك أو ما إلى ذلك أو النار في السماء آية عظمى وكبيرة تؤدي إلى ذلك إذا فواحد من سياقات العلامات هو اختلاف أهل الشام فيما بينهم هذا الاختلاف الذي يترتب على هذه الفتنة وبعد هذا الاختلاف هناك راية أخرى أو آية أخرى أو علامة أخرى سوف تتدخل في سياق هذه العلامات وهو الرايات السود من خراسان ومن ثم الفزع من شهر رمضان هل هناك تراتبية في هذه العلامات الثلاث؟ أم أن الإمام أم أن الإمام ذكرهم على نحو التقديم والتأخير اختلاف أهل الشام فيما بينهم والرايات السود من خراسان والفزعة في شهر رمضان، بما أنه لا لم يفرق بين هذين بين هذه الأنحاء بكلمة من قبيل ثم فالواو هنا قابلة للتقديم والتأخير. اذا هذه الفتنه الخاصه تقع في سياق تقاطع الازمات التي تمر بالشرق والغرب. الملفت ان الامام عليه السلام لم يحدد المده الفاصله بين بدايه اختلاف اهل الشام وبين زحف الرايات السود وبين صيحه شهر رمضان لكنه وضعها في خط التقاطع الساخن للاحداث المتتاليه الهائله التي تقع في هذه المنطقه وتكون من علامات الظهور الشريف اذا يبدو من طبيعه هذه الفتنه انها ستكون ذات دلاله على مصالح على تقاطع مصالح الغرب والشرق في بلاد الشام خاصه اذا اطلعنا على طائفه من الروايات التي تؤكد الحضور الارهابي المتفاقم للغرب للروم في هذه المنطقة فيكون لهذه الفتنة يكون لها وقع هائل على قوة ومقدرات هذه المنطقة فالرؤى الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله تكون قبل المهدي فتنة تحصر الناس حصرا فلا تسب أهل الشام بل ظلمتهم فإن الأبدال منهم فإن الأبدال منهم من أهل الشام يقصد هنا الشام الكبير لا يقصد خصوص سوريا وسيرسل الله سيبا من السماء فيفرقهم ما هو السيب؟ السيب أي شيء يطلق على شيء اطلق أو شيء متروك أو شيء منساب من السماء إما على اما ماء او غرق او مطر اما ان يكون مذنب اما ان يكون نيزك كل شيء ياتي من السماء يسمى سيب او سيب فما, من... فما المقصود من السيب هنا هذه الزلازل التي تقع الان وتصيب ارض الشام بما ان مسبباتها قد تكون سماوية باعتبارها ومترتبة على أسباب معينة قد تكون منها القرانات بين النجوم قد تكون منها المذنب الأخضر الذي مر بالأرض قبل مدة فهذا يعطي انطباعا بأن السيب من السماء ليس بالضرورة أن يكون هو الذي هو التأثير المباشر في خراب الشام قد يكون هو سبباً ل مسبب اخر في خراب الشام فتكون القرانات بين الكواكب والنجوم سببا لزلازل او يكون نجم او مذنب هو سبب لهذه الظواهر الطبيعيه وهذه الزلازل اذا فالسيب له عده عده تاويلات عده تفسيرات اما ان يكون مطرا غرقا ولم ولم يرد في الروايات ان الشام تتعرض الى غرق اذا ينحصر امر السيب او السيب من السماء اما بنيزك او كوكب او مذنب يضرب المنطقه او ان هذا المذنب له تاثيرات على جيولوجيا المنطقه او ان القرانات والتقارن بين النجوم له تاثيرات على جيولوجيا المنطقه وبالتالي يؤدي الى زلازل ويخرب المنطقه ويخرب هذه الارض وبالتالي يكون هو المقصود من هذا السيب أو السيب وسيرسل الله وسيرسل الله سيبا أو سيبا من السماء فيفرقهم نحن نلاحظ الآن مدى التأثير الهائل والكبير لهذا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا على موازين القوى في المنطقة يبدو أنها أن هذا الزلزال أصاب تركيا في الصميم وأضعفها وأضعف دورها في منطقة الشام، وكذلك ضرب كثير هذه الحركات الحركات النشطة في الشام النشطة في سوريا في في معارك الشمال السوري يبدو أنها تأثرت كثيرا بهذا الزلزال ويبدو أنها ستكون يعني ضعيفة إلى حد ما في الأحداث أو في أدوارها القادمة في المعارك أو المناوشات القادمة بينها وبين باقي القوى المتواجده على الشام. بحيث يقول فيفرقهم اذا هذا له تاثير على تفرق هذه القوى، تفرق هذه الحركات، هذه الاحزاب، هذه الرايات حتى لو قاتلتهم الثعالب غلبتهم هذا دليل على ضعفهم انهم سيمرون بدور ومرحله ضعف تلهيهم عن باقي المناطق و تلهيهم وتضعفهم عن اداء دور معين في في القتال وفي المعارك القادمه. الان يقول ثم يبعث الله المهدي في 12 عشر الفا ان قلوا خمسة عشر الفا ان كثروا علامتهم امت امت شعارهم امت امت على ثلاث رايات يقاتلهم اهل سبع سبع رايات. ثلاث رايات اللي هي راية اليماني والخراساني والحسني. يقاتلهم اهل سبع سبع رايات اللي هي رايات التابعه للسفياني باعتباره سيخرج باعتباره سيخرج بسبعه الويه ليس من صاحب رايه الا وهو يطمع بالملك ثم يظهر المهدي اي انه ينتصر فيرد الى المسلمين الفتهم ونعمتهم هاي الفتنه اذا فتنه الشام خاصه سيكون لها اثر في اضعاف شديد المنطقه يبدو واضحا من النصوص انها ذات انهاك شديد للمنافقين كما ورد في الروايه عن امير المؤمنين عليه السلام ان الرجفه في الشام ستكون ماذا؟ رحمه للمؤمنين وعذابا على الكافرين ان هذه الرجفه ستضعف الكافرين ستكسر موازين القوى وبالتالي سيكون امام المؤمنين فرصه لسيطرتهم وهيمنتهم على مقاليد أو نفوذهم على الأقل في تلك المناطق إذا بما أن هذه المنطقة تشكل هدف رئيسي حيوي لقوى النظام العالمي الغربي الأمر الذي يستدعي منهم إلى تجيش الجيوش وتأليف التحالفات تحالف الأبقع والأصهب والسفياني وتنتهي هذه الفتنة على نحو من هد وهدم وأمور عظام سوف تحدث بسبب هذه الفتنة وفي مخلفات هذه الفتنة والآثار التي ستترتب عليها وعلى الكوارث الطبيعية التي ستحل بهذه المنطقة إذا الفتن تتفاقم ومنها فتنة الشام التي هي الفتنة الرئيسية التي لها ثمة ارتباط مباشر مع علامات الظهور الكبرى وردت في عدة نصوص منها هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وردت التي وردت في بعض آثار العامة، يقول صلى الله عليه واله احذركم سبع فتن تكون بعد تكون بعدي فتنة تقبل من المدينة، قد يتحدث عن فتنة في أيام الدولة الأموية، وفتنة بمكة قد يتحدث عن فتنة آل الزبير وفتنة تقبل من اليمن قد تكون فتنة حدثت في وقت سابق وفتنة تقبل من الشام وفتنة تقبل من المشرق يتحدث عن الفتن الحالية انتهت تلك الفتن السابقة الآن ينتقل إلى فتن آخر الزمان وفتنة تقبل من المشرق قد تكون نار أذربيجان وفتنة من قبل المغرب إلى الآن لم تلوح معالمها بالأفق لكن واضح أنه ستبدأ قريبا اللي هي هرج الروم وفتنة من بطن الشام وهي فتنة السفياني إذا الشام فيه فتنتين فتنة تقبل من الشام الفتنة التي تدوم 12 عاما وفتنة من بطن الشام يعني من خصوص سوريا يتحدث فتنة من بطن الشام خصوص سوريا ودمشق التي هي فتنة سفياني. إذن هذه الفتنة متى تقف؟ إلى أين تنتهي؟ تنتهي عند بروز هذه العلامات التي تتصل بالسفياني. الآن هناك حملة من أجل التهيئة ثقافياً التهيئة ثقافياً لراية السفياني. كيف يهيئ ثقافيا لرايه السفيان؟ يعني. تلاحظون ان مذهب اهل البيت عليهم السلام او التكوين الثقافي التكوين الثقافي لشيعه اهل البيت يرتكز على ركيزتين، ركيزه المظلوميه، مظلوميه اهل البيت عليهم السلام وخصوصا عنصريه عنصر عاشوراء، عنصر الامام الحسين ومظلومية الإمام الحسين عليه السلام وهو العنصر الأقوى في التكوين الثقافي للمذهب الشريف. في المقابل الآن الطرف الآخر بدأ يشعر أن هذا العنصر عنصر الثقافي عند شيعة أهل البيت يكتسب قوته يكتسب قوته ويكتسب صلاحيته للدخول الى مشاعر الناس مشاعر العالم من خلال هذه المظلوميه فيحاول هذا الطرف الاخر الان ان يصنع مظلوميه ان يصنع رمزا جديدا له من حيث تكوين بيئه ثقافيه لمظلوميه معينه تستقطب كل ابناء المكون الاخر حتى يكونون بالضد والنت من التكوين الثقافي لمذهب أهل البيت عليهم السلام كيف يفعلون ذلك؟ الآن هناك فعلا أن هناك تحرك قوي من قبل المنبر الإعلامي للطرف الآخر في سبيل النهوض بهذه المسألة بهذه القضية وهي التثقيف لمظلومية فلان لمظلومية عثمان ابن عفان وردت في الروايات أن الصوت الذي يتبع صوت جبرائيل ماذا يقول إن الحق مع عثمان وشيعته ليس ذلك في حسب كيف يكون الحق مع عثمان وشيعته ماذا يقولون في النداء سيقولون إن فلان قتل مظلوما من هو فلان هذه هي التكوين الثقافية من أجل استقطاب المعسكر المخالف لرايات شيعه اهل البيت عليهم السلام. الان بدانا نلحظ انهم بداوا يحاولون تكوين منظومه تثقيفيه لاجل هذا ال... لاجل ابراز هذا العنصر. الان في طور في طور اعداد مسلسل يبين مظلوميه عثمان مسلسل معاوية القصد منه تبين لمظلومية عثمان كيف أتوقع أنهم سيدخلون عنصر تراجيدي قوي جدا في سبيل استقطاب الناس وسيكون وستكون مشاهد مقتل عثمان مشاهد تراجيدية حزينة إلى أبعد الحدود بحيث يستطيعون استقطاب قلوب ومشاعر واستعطاف ابناء المكون الاخر وحتى استعطاف باقي المؤسسات العالميه الثقافيه والاعلاميه في سبيل تعاطفها مع هذا مع هذه القضيه قضيه مقتل عثمان. لماذا يريدون ان يثيرون هذه القضيه؟ قلنا انهم الان يستعدون لصناعه رمزيه مظلوميه في سبيل النهوض. لأنهم وجدوا في الطرف الشيعي أن قوتهم ترتكز على المظلومية على مظلومية الإمام الحسين عليه السلام مظلومية أهل البيت بشكل عام يريدون أن يصنعون بنفس هذه القوة عنصر آخر حتى يستقطبون يستقطبون شبابهم يستقطبون ويستعطفون ويستدرون عواطف أبنائهم وأبناء مذهبهم للالتفاف حول رايتهم وراية سفيانيهم الملعون ليس فقط لا يتوقف عند اعداد هذا المسلسل القضيه الاعلاميه والاعداد الاعلامي سوف يستمر وسنشهد امور اخرى ليست اعلاميه فحسب وانما هناك اعدادات اخرى تجعل من قضيه عثمان قضيه مستجده اتوقع ان هناك سيثيرون عده امور تاريخيه في سبيل الوصول الى هذه النقطه. ومن ثم تكوين بيئه ثقافيه قادره على استقطاب جيش السفياني وتحويل التهديد الى فرصه كما يقولون يحاولون ان يحولون التهديد الثقافي لمظلوميه اهل البيت ضد المكون الاخر يحاولون الى فرصه من اجل بناء عنصر ورمزيه رمزيه استقطاب ومظلوميه في سبيل تكوين حاله نديه ضد ثقافه المكون الاخر اللي هو مذهب اهل البيت عليهم السلام الدليل على ذلك اشاره الروايات، الروايات ماذا تقول؟ النداء الاول نداء جبرائيل والنداء الثاني هناك نداء اخر يعني ان له ان له صدى النداء الاخر نداء قوي صح انه نداء ابليسي ونداء ارضي لكنه سيكون نداء قويا بحيث يجعل الناس في تردد في ريبه هذه القوه التي تجعل من هذا النداء له هذا التاثير في قلوب الناس في اذهان الناس بحيث يجعلهم في تردد وفي ريبه ويرتاب المرتابون هذا يعني ان له طابعا عالميا أن هذا النداء سيكون له طابع عالمي، أن هناك سيكون تعاطفا عالميا مع قضية عثمان. ما الذي سيصنع هذه العاطفة؟ ما الذي سيصنع هذه الرمزية؟ هو المنبر الإعلامي للطرف الآخر الذين سيعدون عدة أعمال، عدة مشاريع في سبيل تلميع هذه الصورة، صورة عثمان وصورة معاوية للوصول إلى هذه القناعة. وبالتالي نحن أمام مرحلة جديدة من الإعداد الثقافي. ستشهدون في رمضان بعد شهر رمضان حين إذا عرض هذا المسلسل بهذه التراجيدية اللي أتوقعها ربما سنشهد أحداث إرهابية مماثلة لأحداث التي سبقت التي سبقت داعش من التفجيرات و وقتل على الهوية وغيرها ربما ستشهدها بعض المناطق التي يتواجد فيها اشياء لانهم سيتعرضون شباب تلاحظون منذ متى نحن فارقنا التفجيرات والاغتيالات منذ اكثر من تقريبا منذ عشر سنوات تقريبا او اقل هذه الفتره هذه الفتره التي مرت الكثير من الشباب الكثير من البالغين الان الكثير من المراهقين الان وصلوا الى مرحله الشباب وهم قابلين للتعبئة الثقافية قابلين للشحن الثقافي للشحن الطائفي وبالتالي سيتكرر المشهد سيحاول منبر الإعلام للطرف الآخر شحن هؤلاء بالشحن هؤلاء طائفيا من خلال هذه التراجيديا من خلال بناء هذا التكوين الثقافي إذا نحن في انتظار شهر رمضان في شهر رمضان القادم سيكون معبئا بالاحداث ربما احداث ظواهر كونيه نلحظ كثير من الاقترانات الموجوده بين الكواكب بين النجوم التي قد تؤدي الى نشوء زلازل جديده ربما هناك زلزال كبير بسبب هذه الاقترانات بسبب هذه الظواهر هناك زلزال كبير يبدو انه س يبدو أن المنطقة في انتظار زلزال ضخم وكبير بسبب هذه الاقترانات بحسب بعض الباحثين الجيولوجيين والفلكيين وهذا الزلزال إذا كانت إذا كان بهذا الحجم سيكون له تداعيات وتأثيرات كبيرة على المنطقة خصوصا في منطقة الشام وفي المنطقة الموعودة بالخسف وهذا يعني أننا بتنا قريبين من مرحلة السفياني الامر الذي يشير الى ذلك هو التعبئه الثقافيه القادمه التي يعبئها هؤلاء الطرف الاخر من اجل تنميع صوره معاويه وبني اميه وعثمان بشكل خاص للوصول الى مرحله الاستقطاب الاستقطاب للراي السفياني اذا من خلال هذه التعبئه الثقافيه سنفهم مدى قوه السفياني من اين يستقطب السفياني هذه القوه التي تشير اليها الروايات بحيث انه يهزم كل الرايات ويهزم حتى الترك والروم انه سيكون معب سيكون معبئاً تعبئه ثقافيه اعلاميه مسبقه الى مر... الى درجه كبيره من ال... من التعبئه بحيث تشمل هذه التعبئه طابعا عالميا تاخذ طابعها العالمي بحيث ان هذه التعبئه تاخذ طابعا عالميا يشمل الكثير من مؤسسات الاعلام العالميه، مؤسسات الثقافه العالميه الماسونيه الدجاليه التي ستكون هي المنبر الاعلامي الذي يضخ يضخ الافكار والاموال في سبيل تلميع صوره بني اميه وبالتالي التعبئه الثقافيه السنيه من اجل الالتفاف حول هذه الراية اذا تكوين حلف قوي كحلف السفياني بهذه ال... بهذه القوة بهذه السعة بهذه القابلية هذا ماذا يشير, يشير؟ يشير إلى أننا بدأنا نلحظ سباقا أميا محموما في سبيل تكوين البيئة الثقافية للأحلاف التي ستحارب رايات الهدى. اللي هي حلف الابقع نحن نلحظ الان هناك الان في مصر سباق ماسوني في سبيل تكوين بعض الشخصيات في سبيل تاهيل بعض الشخصيات لاستلام الامور في مصر وحت ومن الممكن ومن المحتمل ايضا سيحدث ذلك ايضا في الاردن الاردن مقبله على تغييرات ومصر مقبله على تغييرات مصر والاردن هما الركيزتان لبناء التحالفات التي تقاتل الرايات السود وتقاتل رايات الهدى اذا نحن امام متغيرات هذه المتغيرات اعلاميه من جهه وسياسيه من جهه اعلاميه لتكوين بيئه ثقافيه للسفياني وسياسيه لتحويل وتغيير الاوضاع في الدول التي ستتكون فيها هذه التحالفات وبالاخص وبالخصوص في مصر والاردن الان يعبؤون مصر والاردن لتكوين تحالفات من تحالف الابقع تحالف المغرب ما يسمى بتحالف الجيش المغرب او الراي المغربيه وتحالف الابقع والمروانيين وغيرهم اذا نحن امام أحداث قادمة ربما سنشهدها بعد شهر رمضان خصوصا بعد المواجهات المتوقعة بين إسرائيل وقوى المقاومة ستكون هناك متغيرات كبيرة في المنطقة كبيرة جدا خصوصا مع ضعف الدور التركي هناك سيكون للدور المصري والأردني دورا مهما في الأحداث القادمة إذا سيكون في أرض الشام ثلاث دول أو ثلاث رايات غير رايات السفياني يعرف قائد أحد هذه الرايات بالأبقع والثاني بالأصهب والثالثة بالمرواني فيتجه السفياني إلى قتال تحالف الأبقع ويكون بينهم قتال ينتصر عليه السفياني يقتله من تبعه ثم يتوجه إلى الأصهب وكذلك ينتصر عليه ما يسمى بأصحاب الجزيرة وكذلك المرواني حتى يسيطر على جميع كور الشام. ما الذي يجعل من السفياني القوة المناهضة والقوة الكبرى والقطب الأوحد في العالم بحيث يستطيع أن يسيطر على كل هذه القوى وبالتالي يسيطر حتى على الترك والروم؟ هنالك أحداث ستجري ستكون مسبقة وستعطي للسفياني هذا هذه الهالة من القوة. الأحداث التي ستجري ظواهر كونية طبيعيه ستؤدي الى ضعف الكثير من الدول ربما ستؤدي هذه الزلازل وهذه الهدات الهدات القادمه في ستؤدي الى ضعف الدور التركي وهو دور مهم وربما ستؤدي الى ضعف الدور الامريكي باعتبار ان امريكا ايضا موعوده بضربه اما ان تكون ضربه نوويه او ضربه طبيعيه من خلال زلزال كبير وغرق المدن الساحليه الامريكيه كما في الروايات كما اشارت النبوءات والروايات هذا سيضعف الدور الامريكي سيضعف الدور الغربي مما يعطي للسفياني قطبيه خاصه بحيث يجعل الغرب يجعل السفياني هو الطليعه المتقدمه لمحوره وبحيث ان هذا ان الغرب يفوض السفياني للقتال بالوكاله للحرب بالوكاله بل ويزودونه بالاسلحه النوعيه وربما اسلحه نوويه ما يسمى بالسلاح النووي التكتيكي كما يسمونه وبالتالي ستكون له اليد المبسوطه في مساله المعارك وفي قضيه الحروب وبالتالي يكون يسير الرعب مع 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 كما تشير بعض الروايات وهذا الرعب هو عباره عن سلاح قاتل وسلاح مدمر ربما سلاح نووي تكتيكي يستطيع القضاء من خلاله على بقيه الرايات ربما ينقلب بعد ذلك حتى على حلفائه وممن سانده من دول الغرب. مما يشير الى طبيعه الثقافه العثمانيه لروايه السفياني. هذه الروايه الوارده عن امير المؤمنين عليه السلام في عقد الدرر. يقول: فتضطرب الشام. وفلسطين فتجتمع رؤساء الشام وفلسطين فيقولون اطلبوا ملك الأول أو ملك الأول ملك الأول يعني إشارة إلى ملك بني أمية الأول والأول إشارة إلى أول من ملك من بني أمية الذي هو عثمان بن عفان فيطلبونه فيطلبونه فيوافونه بغوطة دمشق بموضع يقال لها حرستا فإذا أحس بهم هرب إلى أخواله كلب وذلك دهاء منه، ذلك دهاء منه ويكون بالوادي اليابس عدة عديدة فيقولون هؤلاء منهم؟ هؤلاء الذين يكونون هم طليعة جيشه ممن هم من المؤسسين لجيش السفياني. في الوادي اليابس عده عديده فيقولون له يا هذا ما يحل لك ان تضيع الاسلام اما ترى ما الناس فيه من الهوان والفتن فاتق الله واخرج اما ان تنصر دينك فيقول لست بصاحبكم فيقولون الست من قريش من اهل بيت الملك القديم لاحظوا الست من اهل قريش من اهل بيت الملك القديم من مقصود بالملك القديم الملك القديم او الملك القديم, أو الملك القديم المقصود هنا يذكرونه بأمجاد عثمان بأمجاد معاوية هل تقبل طرحا آخر طرحنا طرح آخر في حلقة سابقة أن المقصود من الملك القديم هو الملكية الموجودة في الشام من هي العائلة المالكة الموجودة في الشام الآن أي دولة في الأردن فهي قابلة للطرحين لكن الطرح ال... الواقعي الذي ينسجم مع الرواية ومع إشارات الواقع التي بدانا نلحظها انهم يذكرونه بملكي وبحكومه عثمان باعتبار ان هناك تعبئه ثقافيه سابقه والناس الان مهيئه ثقافيا والناس الان بدات تستشعر مظلوميه عثمان بالنسبه اليهم لذلك يذكرونه بهذه الامجاد وبهذه المظلوميه، اما تنصر دينك؟ فيقول لست بصاحبكم فيقولون الست من قريش؟ من اهل بيت الملك القديم؟ أما تغضب لأهل بيتك؟ لاحظ يعني يذكرونه بثأر عثمان يذكرونه بثأر عثمان، أما تغضب لأهل بيتك وما نزل بهم من الذل والهوان؟ لاحظ اذا هناك تعبئة ثقافية تستدعي قيام السفياني وهؤلاء متشنجين ثقافيا هناك اعمال ثقافية دعتهم الى نصرة هذه المظلومية كما يسمونها ورفع قميص عثمان ومظلومية عثمان مرة اخرى. لذلك يذكرون هذا السفياني بهذه الامجاد من امجاد عثمان امجاد بني اميه من اجل ان يقوم بالامر ويذهب بها عريضه باتجاه السيطرة والتسلط على الناس ومن ثم الاتجاه الى العراق وايران. للاخذ بثاره كما يقول ثاري والنار ثاري والنار وبالتالي هذا الثار القديم الجديد قابل لاكثر من تاويل وهو تاويله بانه يطلب الثار لدم عثمان القديم او انه يطلب الثار لدم او مقتل ملك من ملوكهم الجدد. الطرح المقبول الان وفقا لما نراه من من اشارات واقعيه بدانا نتلمسها ان هناك تهيئه لمظلوميه ورمزيه مظلوميه يحاولون يهيئون لها مظلوميه قديمه يريدون يقدمون عثمان على انه مظلوم هذا المظلوم هذا البيت مظلوم هذا المذهب الطرف الاخر المذهب الاخر وبالتالي ستكون له رمزيه كرمزيه الامام حسين عليه السلام عندهم وبالتالي تقوم لهم قائمه الثار وطلب الثار ويكون هذا الثار وهذا الطلب مقبولا لديهم باعتبار ان الذي قتله عثمان هم اتباع اهل البيت فيحاولون ان يستدرون عواطف هؤلاء الشباب من اجل الالتفاف حولهم وبالتالي القيام بطلب الثأر من شيعه اهل البيت عليهم السلام والقيام من اجل الوصول الى الكوفه والى خراسان بشكل خاص ويطلب اهل خراسان بشكل خاص عموما نستشعر من هذه الروايات ان هناك اذا هناك شحنا اعلاميا طائفيا شحنا اعلاميا لتكوين بيئه ثقافيه بيئه مظلوميه من اجل الشحن العسكري من اجل الاستقطاب العسكري والحربي مع السفياني اذا خارطه الاحداث التي ينتظرها المنتظرون تتكون من عدة مراحل مرحلة ترتبط بالعلامات مستوى يرتبط بالظواهر الكونية الظواهر الكونية هي اشارات إلى ظواهر ورايات وأحداث أرضية وعسكرية من أهم هذه الأحداث هو السفياني والسفياني لا يمكن أن تنجح حركته حركته إلا إذا كان هناك شحنا إعلاميا مسبقا له ولرايته وهذا الشحن الإعلامي يعتمد على رمزية هذه الرمزية يجب أن تكون رمزية استقطابية قوية جدا ويجب أن تكون تأريخية مقدسة ولا تكون كذلك ما لم يستثيرون هؤلاء البعد التأريخي والحوافز التاريخيه لشبابهم ما هي اهم بعد تاريخي مظلوميه لديهم هو مقتل عثمان هو دم عثمان هو قميص عثمان لذلك بدانا نلحظ هذا السباق المحموم الاعلامي من اجل من اجل تكوين بيئه ثقافيه ومظلوميه لدى الطرف الاخر المذاهب الاخرى باستثاره قضيه عثمان من خلال من خلال بعض الاعمال الدراميه سنشهد بعد بعد مسلسل معاويه سنشهد الكثير من الاعمال المثيره ربما سنشهد فيلم عن عثمان عن مظلوميه عثمان ربما سنشهد افلام ومسلسلات واعمال ومسرحيات اخرى قاده على استنهاض الطرف الاخر وسيكون السباق محموم وستتبع ذلك احداث طائفيه جديده وسنشهد بعد رمضان القادم وسننتظر سنترقب نترقب بعد رمضان القادم من الذي سيحدث ما الذي ستؤول اليه الامور نترقب الاحداث نترقب الظواهر نترقب الاشارات نترقب ال... نترقب النيران ونترقب بعد ذلك الانوار انوار محمد وال محمد وسنتابع معكم في حلقات قادمه ان شاء الله نتابع معكم هذه التطورات وهذه الاحداث في حلقه قادمه ان شاء الله ونقول دائما اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته